انتهت المباراة، لكن في لقطة ما كانش ينفع اننا نعديها، لان الحقيقة احيانا تحكيم الفار او تقنية الفيديو بتخدع البعض. يعني ايه بتخدع البعض؟ اللي حصل في مباراة بيراميدز مفيش فيه خطأ واضح، ولكن يعني مفيش جول اتلغى، مؤثر في النقاط، مفيش تأثير في نقاط، مفيش ركلة جزاء، لكن فيها نقطة خادعة بالنسبة لي، ألا وهي دونجا. دونجا اللي نازل متنرفز، يستحق الطرد من بدري جدا، دخل في لقطة مع الكابتن حمدي فتحي كانت صعبة جدا، تستحق الطرد. كل الاستوديوهات التحليلية بما فيها الاستوديوهات التحكيمية اللي في أندية منافسة اتكلموا عن ان الطرد هي دي اللقطة، ان ده طرد مستحق مباشر. دونجا طالع بيضرب حمدي فتحي طرد مستحق. فين الخدعة؟ الخدعة ان حكم تقنية الفيديو في اللقطة دي لم يستدعي محمد عادل حكم المباراة يقول له تعالى راجع هنا في طرد مستحق. امتى استدعى حكم المباراة محمد عادل؟ لما حصل الطرد الحقيقي، لما دونجا كمل بعدها بثلاث اربع دقائق ودخل ايضا في حمدي فتحي فاداله الانذار الثاني فطلع طرد. طيب انا كنادي اهلي خلاص دونجا اتطرد، لكن الفار عمل ايه عشان يبان بقى انا مصحصح؟ فقمت جايب محمد عادل قلت له تعالى اديله طرد مباشر. دي مش هتخدمني كنادي اهلي ولا ادتني حق كنادي اهلي، لان بين الخمس دقائق دول بين دونجا وضربه دونجا الاولى وضربه دونجا الثانيه، لو المدير الفني بره حس بالخطر وكان طلع دونجا كان دونجا عدى بدون عقاب. فدي خدعه من وجهه نظري من تقنيه الفار فارس الفار، وبالتاكيد احنا هنا دايما بنلقي الضوء على اخطاء التحكيم. بص انت قلت حاجه، تقنيه الفار او الفار، يمكن البعض انا زي ما قلت لك بيروح يتفرج داخل غرفه الفار على المباراه. والله يا اسامه ده اللي بحسه، في ناس رايح انا اتفرج من غرفه الفار على المباراه بحس كون بشوف زوايا اكتر، انما تحقيق ده بنشوفه في لحظات كتيره ما بيكونش موجود. بس في حاجه، هو دونجا باللعبه اللي عملها دي لما خد انذار وهو واثق داخليا ان هو يستحق كارت احمر، انا في رايي ان ده كان السبب اللي اتطرد بسببه بعدها دونجا، لان دونجا استشعر داخليا ان هو طارق حامد اتنين، انا هعمل اللي انا عايزه داخل المباراه ومش هاخد بطاقه حمراء، فعشان كده بعد كده مارس لعبه خد فيها البطاقه الحمراء لان هو اصلا كان مقتنع ان هو هياخد الطرد. ولكن مسلسل الاخطاء التحكيميه ما وقفش عند النادي الاهلي، لو ما كانش مؤثر في نقاط فعلى الجانب الاخر موسم جمع النقاط التحكيميه للزمالك. نوستالجيا موسم 2015، فلاش باك، لو انت ما شفتش الديجافو هتشوفها متمثله في اللي بيحصل تحكيميا السنه دي. الزمالك بيجمع نقطه ورا نقطه ورا نقطه باخطاء تحكيميه فادحه. كنا وقفنا معاكم اخر مره عند 11 نقطه، نعتقد ان هم وصلوا ل 13 نقطه بالخطا اللي ما اتحسبش لصالح المقصه في المباراه الاخيره، وزي ما بنقول لكم دايما مش بشهادتنا، بشهادة الحكام. نسمع كابتن عصام عبد الفتاح علق وقال ايه في مباراة الزمالك والمقص. راح يتنافس على الكورة. يعني ايه التاكلينج يا سام شوبير؟ يعني انا بحمل تاكلينج عشان اخد سرعة عشان امنع الكورة من لعيب ان هو يلعبها او يسيطر عليها او يسددها على المرمى، صح ولا غلط؟ انت حضرتك كنت لعيب كورة كبيرة. نعم نعم. هنا اللاعب عمل ايه؟ هنا لاعب الزمالك عمل قفز في الهواء زيه زي حارس المرمى قبل ما يعني في هتلاقي في مسافه ما بين اللاعب اللي بيسدد والمدافع اللي عمل تاكلينج ده على الارض اللي قفز على الارض ده. طبعا هنا ما راحش يعمل تنافس على الكوره، فهنا ده هنا يعتبر تكريس، يعني هنا خاطر، عمل مخاطره. فهنا في فرق كبير ما بين ان هو يعمل يعني سبورت لجسمه، وفي فرق ان هو يخاطب. السبورت لازم يكون قريب من اللاعب اللي بيشوط الكوره عشان يقدر ينقذها. هنا طبعا هو عمل زي يا كابتن شوبير، عمل زي حارس المرمى لما بيطير، وزي ما تيجي الكوره تيجي في رجله في بعض الاوقات كده، في بعض الحالات كده تيجي في رجله، تيجي في ايده، تيجي في راسه، ايا كان. لكن هنا اللاعب عمل مخاطره، فهنا هنا في خطا او في مخالفه لمسه اليد. هنا سيف الجزيري في مخالفه لمسه اليد؟ بالظبط يا كابتن شوبير. طيب ادي خطا جديد. يمكن كابتن عصام عبد الفتاح شرح ظروف اللعبه بشكل واضح وازاي اتحرم المقصه من استحقاق ضرب الجزاء. نتيجه المباراه اتوجهت لنادي الزمالك بالهدف اللي سجله، وفاز نادي الزمالك بنقطتين على الاقل نتيجه ضرب الجزاء صحيحه للمقصه
لم تحتسب عشان يوصل للنقطة 13 من خلال التحكيم؟ أكيد عندك تعقيد. أكيد يا فارس، وأكيد الكابتن عصام عبد الفتاح حكم له خبرته وحكم موجود في الكاف، وطبعا الرأي واضح جدا. طبعا في بعض خبراء التحكيم اختلفوا وقالوا ان احنا دايما مع الحكم والفار. اتمنى ان اللهجة دي تنتهي من الاستوديوهات التحكيمية، لان بما انك طالع تحلل فياريت تقول، مش لازم تقول انا هروح مع قرار الفار واروح مع قرار الحكم. وضح للناس كل ابعاد اللعبة، وفي النهاية سيب الحكم للجماهير. ولكن عشان بس نكون امناء قلنا ان في ناس اختلفت وقالت لا، دي كانت ايد ركز عليها لاعب نادي الزمالك.